السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. مرحبا يا أصدقاء، نسعد بتواجدكم. موضوعنا اليوم سيكون عن ليالي القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تعرف عن ليالي القدر؟ ليالي القدر هي ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23 من شهر رمضان. هل بإمكانك أن تحدثني عنها؟ تفضل معي وسأخبرك عنها. هل لها ذكر في القرآن؟ نعم، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. جميل، فبهذا فلها فضل كبير عند الله. نعم، وبها أعمال لو قام بها الشخص لنال الثواب العظيم. الثواب العظيم مثل ماذا؟ بأن تغفر ذنوب العبد كلها وينال رضا الله جل جلاله. قلت إن ليلة القدر لها أعمال، ما هي؟ تنقسم الأعمال في ليالي القدر إلى قسمين. وما أعمال القسم الأول؟ يطلق على القسم الأول بالأعمال العامة التي يقوم به في كل ليلة من ليالي القدر، والقسم الثاني بالأعمال الخاصة التي تقوم بها في كل ليلة من ليالي القدر. وما هي؟ نبدأ بالأعمال العامة والتي تبتدأ بالغسل عند غروب الشمس، والصلاة ركعتان، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد سورة التوحيد 7 مرات، وبعد الانتهاء يقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. وماذا بعد الصلاة؟ تدعو بدعاء رفع المصاحف، وله 2، الأول أن تفتح المصحف بين يديك وتدعو بالدعاء وبعدها تطلب حاجتك، والثاني تضع فوق رأسك المصحف وتذكر الدعاء ثم تذكر بك يا الله، وتذكر 14 معصوم كل منهم 10 مرات، وبعدها تطلب حاجتك. وماذا أيضا؟ نقوم بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. جميل، كل هذه الأعمال تقربنا إلى الله. وذكر إن من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت بعدد نجوم السماء. وبها أيضا صلاة 100 ركعة، لو أتيت بها لنلت الفضل الكثير. وما طريقتها؟ ركعتان ركعتان، تقرأ بعد الحمد 10 مرات سورة التوحيد. وماذا أيضا؟ كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، والدعاء لمطالب الدنيا والآخرة، وخيرها العافية، وكثرة الدعاء بهذا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عيسى،
قلت إن لكل ليلة أعمال خاصة، ما هي؟ نعم، سنذكرها في لقاء آخر عزيزي أحمد. شكرا يا أخي. عفوا أحمد. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم يا متابعين، وإن شاء الله ينال إعجابكم.